شكرا على وجودكم اليوم معنا، مرحبا بكم. أعراض سرطان الدم الحاد عند الأطفال هو تيكون واحد فشل في نخاع العظام، يعني هذا الفشل اللي هو يخلق واحد النقصان في الكريات البيض والكريات الحمر والبلاكيت. هذا الشيء تيؤدي عند المريض بواحد فقر الدم تيكون حاد، وتتكون سخانه اللي ما تتجاوبش مع لي زانتيبيوتيك، وتتكون واحد لو ريسك ديال النزيف. وزياده على هذا الشيء عند بعض الاطفال تيكون عندهم اوسي واحد التورم في واحد بعض الاعضاء كيف الكبده كيف الطحان كيف الولسيس. هادو هما الاعراض الاساسيين اللي تيكونوا تيبانوا في الاول في هذا النوع ديال السرطان. سبب اللي هو واحد، ما كاينش سبب واحد، كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي تيجيو اون ميم طون تيتجمعوا تيخلقوا واحد الجو اللي تيخلي هذاك المرض يتطور. دونك سكيفو سافوار هو ما كاينش سبب واحد، هو مجموعه من الاشياء اللي تيكونوا تلاقاو في نفس الوقت عند داك المريض. المضاعفات ديال الادويه على هاد المرضى المصابين بسرطان الدم الحاد تيكونوا اكثريه هو واحد النقصان في الكريات البيض والكريات الحمر ولي بلاكيت. تيكون ايضا تساقط الشعر، ولكن الشعيره تاعو كيكبر الحمد لله، يعني ماشي شي حاجه اللي تبقى دائمه في الوقت. وتيكون مضاعفات ايضا على الجهاز الهضمي، يقدر يكون التقيع، ويقدر يكون الحريق في الكريشه، ويقدر تكون لا دياري. هاد المضاعفات تنعرفو حنا كيفاش نداويوهم وتنعطيوهم الدواء باش ما تياثروش عليهم. والحمد لله هادو كاملين هاد المضاعفات هما تيكونوا غير يعني حاده غير في داك الوقت، ومن بعد كلشي تيولي مزيان. الكشف المبكر ما تيكونش في السرطان ديال الدم الحاد عند الاطفال، ماشي بحال السرطان ديال الثدي ولا السرطان ديال البروستات. لحقاش هذا النوع ديال السرطان فاش يبان واحد 15 يوم 3 سيمانات تيبانوا الاعراض، يعني ممكنناش نكشفوا عليه من قبل، ماشي هو شي حاجه اللي تتكون قديمه يلا تتبان. ولكن اللي يمكننا نقولوا للاباء هو هاد الوليدات منين يكونوا عيانين فيهم سخانه اللي ما تتجاوبش مع لي زانتيبيوتيك، ولا فيهم طباعي تخرجوا لهم في لحمهم زورق ولا حمر، ولا عندهم سيلان ديال الدم وعندهم فقر الدم، مع هادشي كامل ما يتعطلوش على وليداتهم ويدوهم عند الاختصاصيين باش هذاك السعي الا كانت التحاليل يدارو تيدارو في هذاك الوقت. العلاج ديال السرطان ديال الدم الحاد عند الوليدات تيكون بالكيميائي، وبعض الحالات تيكون فيه ايكالمون الاشعه ولا الدواء ديال المناعي. وبعض الاحيان عند بعض الاطفال تيكون الزرع ديال نخاع العظام. ديال الشفاء الحمد لله في السرطان ديال الدم الحاد عندنا واحد النسبه ديال الشفاء اللي هي مزيانه، اللي هي تقريبا 90% ديال المرضى تيتشافوا، يعني عندنا واحد النسبه اللي هي عاليه على البالغين تقريبا عندهم 50%. دونك الحمد لله عندنا دي ريزولتا اللي هما مزيانين. هذا هو السؤال
اللي فريمون تيقصحنا بزاف لحقاش كما قلت لك نسبه العلاج مرتفعه. دونك ملي تتشوف وليد اللي خصو واحد الدواء والحمد لله غتكون نتيجه وتتلقى ما كاينش الامكانيات فريمون شي يعني حنا الاطباء عندنا معاناه كبيره تتحس بين فريمون بحال اون امبويسونس قدام هاد لا سيتوياسيون. وتنتمنى مع هاد التغطيه الطبيه اللي جايه ان شاء الله كاع المرضى اللي عندهم هاد نوع ديال المرض يمكن لهم يتشافوا لحقاش الامل ديالنا هو اي مريض جا هاد المرض يتشافى ان شاء الله. الوغ الحمد لله دابا في المملكه ديالنا ولاو المراكز ديال العلاج ديال سرطان الاطفال. عندنا في مدينه الدار البيضاء كاين دي سنتر، كاين في مدينه الرباط، مدينه فاس، مدينه مراكش وجده. دونك الحمد لله ولاو المراكز هاد السنوات الاخيره. عدد المصابين عندنا تقريبا 200 حاله في العام ديال المصابين بهذا النوع ديال السرطان لحقاش هو السرطان الرئيسي. سرطان الدم الحاد هو السرطان الرئيسي عند الاطفال. الوغ علاش النسبه ديالهم قليله لحقاش دراسه طويله والمعاناة اليومية صعيبة، يعني فاش تكون كل نهار قدام واحد الوليد اللي هو بريء وعنده هاد المرض وتيعاني من هاد المرض وغيعاني من الدواء اللي غتعطيه لحقاش الدواء اللي تنعطيه هو أدوية اللي تعطيه المضاعفات كتار، صعيب شوية.